الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقي والله العظيم وحشتوني الأسبوع اللي فات، سمحونا طبعا ما قدرناش نطلع عشان خطاب سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي، ربنا يحفظه ويعينه يا رب العالمين على عودة الخير مرة أخرى إلى بلدنا الحبيب إلى مصر. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. وما زلنا في روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة بأدعو لوالدي والأخت سهير المصري والأخت هدى المصري والأخت إيمان المصري والطفل مؤمن محمد سعيد ووالدة مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي والحاج أحمد الفولي وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبدعو للحاجة فهيمة السعيد السبكي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة. وتعالوا نكمل مع روحي فداك يا رسول الله. حقيقة لما نقعد نتأمل في أحوال الصحابة وهم كانوا بيكلموا النبي عليه السلام، ابتداء كنت تجد دايما كل واحد لما يعوز يتكلم مع النبي كان يصدر كلامه مع النبي بكلمة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وشمعنا الأم والأب؟ لأن هم أغلى حاجة في الدنيا بعد الأنبياء والصحابة. يعني ما فيش أغلى من الأم والأب. ممكن تعوض أي حاجة في الدنيا إلا أن أنت تعوض الأم والأب، واللي معاه أم وأب معاه كنز كبير. كتير مننا مش حاسين بالكنز دوت. فعشان كده كان الصحابة يصدروا كلامهم مع النبي بالكلمة دي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قلنا المرة اللي فاتت ان ما فيش حد يعرف قدر النبي الا الله سبحانه وتعالى. احنا مهما حبينا النبي ومهما قلنا النبي وقعدنا نقول قصائد مدح من هنا ليوم القيامة وقعدنا نتكلم عنه من هنا ليوم القيامة، لا يمكن ولا يخطر على بالنا ابدا ان احنا هنقدر نوفي النبي حقه صلى الله عليه وسلم، حق النبي وقدر النبي لا يعرفه الا الله سبحانه وتعالى. واحنا مهما دفعنا عن النبي عليه السلام، عايز اقول لحضراتكم اي حد في الدنيا بيعمل اي حاجة بتسيء، والله العظيم هي لا تسيء الى النبي صلى الله عليه وسلم، وانما تسيء لمن قالها ولمن فعلها. النبي عليه السلام بعد تزكية الحق جل وعلا له لا تؤثر في مذمة اي بشر على وجه الارض. احفظوا القاعدة دي يا جماعة. يعني مهما ان اي انسان في الدنيا حب يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل فيلم مسيء، يقول يرسم رسومات مسيئة، قسما بالله العظيم تلك الأشياء كلها لا تسيء إلا للشخص اللي عمل. دي مذمة لي هو وليست مذمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن زكاه الله فهو المزكى ومن ذمه الله فهو المذموم. بس كده المسألة كلها والموضوع كله عند الله سبحانه وتعالى. إن أنت لما تقول الناس بتمدح فيا بتحبني، المهم إن ربنا يحبك. الناس بتكرهني، المهم ربنا يحبك، المهم ان ربنا ما يكرهكش. دي اهم حاجة. خلي دايما وجهتك وحياتك كلها ان انت لا تريد الا وجه الله سبحانه وتعالى.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاطمنوا يا مسلمين، اطمنوا، مهما فعل الغرب والشرق ومهما أساء من أساء، والله الذي لا إله غيره لا يسيء هذا الإنسان إلا لنفسه، ولا يمكن أن في حد في الدنيا يتمكن أبدا من أن يسيء لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعايز أقول حاجة تانية، أني عايزكم تنقلوا الصورة كده، أن النبي لما كان عايش في وسط كفار قريش وكانوا بيسئولوا ويرموا سلة الجزور على ظهري ويرموا التراب فوق راسه ويطردوه من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، ويتهم في عرضي ويذبح ويقتل بعض أصحابي ويطرد بعض أصحابي ويحارب في دينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدبر 9 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقدم العفو، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ده كان مبدأ النبي دائما. ألا تدعو يا رسول الله، ألا تدعو الله على المشركين؟ والحديث رواه مسلم قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. انقل الصورة ديت وتخيل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما كان عايش أيام قريش كان عايش في زمننا. فلو سب النبي أحد ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدقوني كان هيقول اللهم اغفر له فإنه لا يعلم. محدش عارف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو واحد عمل فيلم يسيء كان النبي يقول اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون واهديهم واهدي قلبهم. تخيل حضرتك انت معنى كده، انت ايه كلامك؟ انت مش عايز تقول ان احنا نغضب للنبي؟ طبعا نغضب، بس نغضب بالطريقه اللي النبي بيحبها. ده هو الضوابط الشرعيه للموضوع يا جماعه. يا جماعه الخير، عايز اقول حاجه، ان انا عايز اتخيل ان النبي موجود ما بيننا الان صلى الله عليه وسلم، فبقول له يا رسول الله في ناس في بلد ما رسموا فيلم او عملوا فيلم يعني مسيء بيذكروك فيه بالإساءة يا رسول الله، في ناس رسموا رسوم يا رسول الله ونشروها في إحدى المجلات أو إحدى الجرائد، وإحنا عايزين ننصرك يا رسول الله، أنصرك إزاي؟ فالنبي هيقول لك تنصرني إزاي؟ النبي هيقول لك ضوابط النصرة، هيقول لك عايز تنصرني؟ عرف الناس دولت مين أنا؟ علشان فعلا حتى في المثل العادي بتاعنا اللي الناس العام بيقولوا بينهم ومن بعض، لما يجي واحد احيانا يا جماعه واحنا بنشوفها في حياتنا بقى العاديه، يجي واحد مثلا قابل واحد كده فمكشر في وشه بيتعامل معاه بشيء من الغلظه، فجاه واحد جه ام ايه مكلمه فاصر له في اذنه، انت ايه اللي بتعمله ده؟ هو انت مش عارف ده مين؟ ده فلان الفلاني. خبر ابيض، انا اسف يا فندم والله العظيم انا ما اعرفش حضرتك، والله يعني سامحني بقى، ما بيقولوا اللي ما يعرفك يجهلك. شفت المثل البسيط ده؟ فعلا اللي ما يعرفك يجهلك او يجهل عليك. فوظيفتنا رقم واحد عايزين نعرف الناس دولت مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. المنصفين منهم اللي عرفوه انصفوا وقالوا، ومنهم اللي عمل كتاب العظماء 100 وعلى رأسهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولحبيت تقرأ في قراءات وأراء بعض المستشرقين المنصفين ماذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سطر العجب العجاب، تكلموا عنه كلاما تقول ده مش ممكن، ده أكيد دول أسلموا بس بيخفوا إسلامهم. قالوا كلام إحنا يمكن ما نعرفش يقول ربعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن رقم واحد عرف الناس مين هو النبي. أنصرك بكده يا رسول الله، تنصرني بكده. طب والحاجة التانية يا رسول الله؟ الحاجة التانية عايزك تثبت على سنتي وعلى شرع ربي سبحانه وتعالى، لو عملت كده انت كده نصرتني، انت كده ريحتني. طب والحاجة التالتة يا رسول الله؟ الحاجة التالتة انا عايزك بالاضافة ان انت تثبت، عايزك تعرف الناس كلها ايه هي سنتي، ايه هو شرعي، ايه هو منهجي، ايه هي حياتي، ايه هو ايه هي اخلاقي، ايه هي سلوكياتي، ايه هو شرعي، ايه هو منهجي. عرف الناس، اعمل برنامج لتعريفي كده بحياة النبي وبشخص النبي واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما روحش يا رسول الله وكسر سفارات وقت للناس اللي جوه واشتم وسب والعن واعمل، لا لا انت كده زعلتني، ده انت كده هتكره الناس في الدين ده نفسه، بل ممكن كمان تسيء لي انا كنبي، كان النبي بيقول لك كده طبعا. واخد بالك ليه يا رسول الله؟ واحنا لو اتنا مثلا سفير امريكي موجود في اي دوله اسلاميه
احنا اسألنا لك في ايه؟ هيقول لك خد بالك الرجل ده رجل المؤتمن، رجل عفوا من المعاهدين، رجل واخد عهد امان وعقد امان. منين يا رسول الله؟ بالختم، بالتأشيرة اللي خدها في مطار القاهرة الدولي وهو جاي. الختم اللي بياخدوه الاجانب ده في المطار بنسميه احنا في الشرع، واخد بالك، بالقياس اسمه ايه؟ عقد امان او عهد امان. يعني ايه؟ وضح لنا اكتر. يعني انا الراجل ده قبل ما يخش بلدي بقول له انا اديتك تأشيرة، يعني انا امنتك، انا اديتك عهد امان تخش بلدي، لحد يأذيك ولا حد يشتمك ولا حد يضربك ولا حد يقتلك. وفي نفس الوقت ما دمت انت ليك حقوق علينا، كمان عليك واجبات، انك تحافظ على مشاعر اهل البلد، وتحافظ جدا على ان انت لا تسب احدا ولا تتكلم في دين الاسلام الذي يدين به اغلب اهل هذا البلد، ولا تفعل اي شيء يخرب البلد. يبقى انا اديته عهد من ناحيتي وهو اداني عهد من ناحيته. ما دام هو ما عملش اي حاجه تضر البلد بتاعتي ولا اساء لديني، هو كشخص انا ماليش دعوه مين اساء بره، من عملش ولا تزر وازره وزر اخرى، ما نعملش حد بذنب حد. احنا نعمل ايه؟ نحاسب و و و و و ونضرب على يد من اساء ومن فعل كل هذا. لكن واحد تاني ما عملش، بل ممكن يكون هو كمان انكر، وممكن يكون اعلن ان هو انكر، اذيه ازاي؟ اسمع الحديث النبي بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ بسند صحيح، قال: من أمن رجلا على دمه. واحد اداله أمان، اداله تأشيرة، مش لازم تأشيرة، أي أمان، واحد وقف معك حتى إن شاء الله حتى يكون في بلاد الغرب وإنت واقف معه وديته الأمان على نفسه. من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى لا يجوز لي أن أنا أقتل واحد واخد عقد أمان أو عهد أمان، واحد أنا أمنته ودخلته بلدي، لا يجوز أن أنا أقتله. طيب أنا هشتمهم، أنا هسب، أنا هكسر، أنا هعمل. أنا عايزكم تنقلوا صورة حلوة قوي للناس عن الإسلام والمسلمين. أنا كنت متخيل بس لو كان لنا سلطان على الشباب اللي واقفين قدام السفارات في مصر أو غير مصر، لو كان لنا سلطان على الشباب دولت، لأن أغلبهم كان في بينهم ناس ملتزم، ولكن كان في بينهم كم كبير جدا حتى الصلاة ما كانش بيصليها. كنت عايز أقول اللي عايز فيكم ينصر النبي عليه السلام، أنا متخيل الصورة كالآتي: أنت واقف عند سفارة البلد اللي فيها ناس، في بقول فيها ناس ما بقولش البلد كلها، فيها ناس سبوا النبي عليه السلام، فيها ناس قالوا كلام في حق النبي لا يقال أبدا في حق أي واحد من أحد البشر. أنا متخيل واحدة متبرجة وشافت الموقف ده وانفعلت حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، راحت معدية على محل واشترت حجاب وراحت واقفة قدام السفارة وقالت نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: النبي إذا كنت قلته في حقه كده فأنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة له صلى الله عليه وسلم، ها هو الحجاب. وتروح لابسة حجابها والكاميرات بتصور، الحمد لله كل القنوات الإخبارية كانت موجودة هناك والكاميرا بتصور واحدة لبست حجاب نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتاني قسما بالله أنا ما كنت بسجد لله سجدة، من النهاردة نصرة لرسول الله إن شاء الله هصلي ومش هسيب الصلاة أبدا ويسجد سجدة شكر لله سبحانه وتعالى، والكاميرات بتصور. واحد ثالث: أنا كنت بعق أم وأبويا ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضات الله طبعا قبل أي شيء، إن شاء الله من النهاردة أنا بقبل راس وإيد أمي وأبويا، ومن النهاردة عمري ما أعقهم أبدا وهكرمهم على طول لحد آخر لحظة في حياتي نصرة لرسول الله. أنا كنت باكل حرام وهبطل أكل حرام ومن النهاردة مش هاكل غير لقمة حلال نصرة لرسول الله. شو بقى، تخيل حضرتك لما الناس في العالم الشرقي والغربي يرون المسلمين بهذه الصورة الراقية طالعين طبعا غضبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة إيجابية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يلاقوا إن كل ما يقولوا حاجة في حق النبي عليه السلام الناس بتلتزم أكتر، والبنات بتلبس حجابها أكتر، والناس بترجع لربنا أكتر وبتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكتر، يقولك لا بقى ما نقربش. وهو ده نفس فعل الشيطان الجن، ما هو شياطين الإنس لما تعمل كده وتلاقينا إحنا بنزداد تماسكا واستمساكا بديننا واتباعا لنبينا هيبعده.
نفس الحكاية بيعملها الشيطان إبليس، يحاول يغوي الإنسان فيوقعه بذنب. فلما يوقعه بذنب فالرجل أو الإنسان اللي وقع في الذنب ده يقول يا ربي أنا تبت إليك يا رب، أستغفرك وأتوب إليك يا رب، سامحني يا رب، أنا إن شاء الله يا رب أنا عملت الذنب ده وأنا كنت بصلي الفرائض بس، أنا بعد ما أرجع بقى من وأتوب من الذنب ده أنا أصلي الفرائض والرواتب والنوافل وهجتهد يا ربي وهستنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عمري في حياتي ما أقرب من معصية ولو فعلت هتوب على طول. يوم الشيطان يقول إيه؟ يا ريتني ما أغويته، يا ريتني ما خليته يذنب. تعرف تتعامل بالمنطق ده؟ منطق أهل الإيمان مع شياطين الجن، تعامل برضو بمنطق أهل الإيمان مع شياطين الإنس. يوم ما حد يقول كلمة في حق النبي عليه السلام قول له لا، أقف عند حدودك، اعرف مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعرف النبي من خلال إيه؟ خلال نحن نعرفه، نبعث لهم كتيبات، نبعث لهم أي حاجة نعرفهم مين هو النبي عليه السلام، ننفعل كده ونعرف الناس من هو النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك احنا مش عايزين نقعد نتكلم فيما بيننا وبين بعض ومفاكرين ان صوتنا واصل للغرب، لا، خد بالك لازم يكون فعلا انت بتتكلم من خلال حاجه موصله للغرب بجد، من خلال النت مثلا. في بعض القنوات مش وصل للغرب، في بعض القنوات وصل للغرب، فركز ان صوتك يكون واصل لهم. طب وصلت لهم بس بلغتي انا؟ لا، انا عايزك توصل لهم بلغتهم هم، كلمهم فهمهم باللغه بتاعتهم، بان انت اما ان تترجم واما ان انت تدبلج دبلاج للكلام اللي انا بقوله ده، واحد بيكلم بصوته ولكن بصورتي انا، او يحط ترجمه تحت الكلام اللي انا بقوله. فالناس دي لما تقرا ولما تفهم هتعرف. انا اذكر يا جماعه اني كنت في احد المؤتمرات في اوروبا، عشان تعرفوا الناس دي والله العظيم واقفه على حرف. كنت في احد المؤتمرات في اوروبا، قسما بالله العظيم كان حاضر 35,000 في القاعة، قاعة ضخمة جدا في وسط مكان عامل زي استاد القاهرة، 35,000 واحد وواحدة كانوا حاضرين. وتلفزيون الدولة دي اتعمل معايا حوار بعدها، وما كان معايا أخ مترجم. فراجل المذيع أو المقدم البرنامج بيقول لي، أقول لك معلومة صغيرة يمكن أنت ما تعرفهاش، تلتين اللي كانوا حاضرين، تلتين مش تلت، تلتين اللي كانوا حاضرين كانوا أجانب لا يعرفوا لغة عربية ولا هم أصلا مسلمين، لكن كانوا جايين كده عايزين يحضروا المحاضرة دي. فبقول له ليه؟ أنا طبعا بكلم الأخ المترجم وهو بيكلمه. والله العظيم يا جماعة وأستغفر الله، والله ما أذكرها تزكية لنفسه، لكن تذكيرا لكل إخواني، علشان عايز أقول لكم إن إحنا لما نظهر للناس ديت الوجه الجميل والله بيأثر فيهم. فاختاروا عينات عشوائية كده من الناس اللي حاضرين المؤتمر وما كانوش مصريين، كانوا فرنسيين. فسألوهم ايه اللي خلاكم تحضروا محاضرة اسلامية من راجل شيخ مسلم وانتوا اصلا ما انتوش مسلمين وما بتفهموش كمان عربي؟ قالوا احنا جايين علشان احنا بنتابعه من خلال احد القنوات الاسلامية اللي وصل لأوروبا كويس جدا جدا، تمام، وكنا بنشوفه فكانت بسمته بتعطينا الامل واحنا مش فاهمين منه ولا كلمة، لكن بسمته كانت بتعطينا الامل. تخيل حضرتك لما انت منتش واخد بالك ان ممكن تكون حتى لو واحد ما هوش فاهم انت بتقول ايه ولا عارف انت بتتكلم في ايه، لكن مجرد ان يشوف بسمة على وشك كده فيشعر بسماحة الاسلام، فيشعر بان انت انسان ما انتش عدواني، ما انتش ارهابي زي ما بسمعه عن المسلمين وعن الاسلام، وفي نفس الوقت بتعطيه الامل في الحياة. ده لسه في ناس بتبتسم مع ممكن يكون عنده مشاكل الدنيا، اوعى تفتكر ان في حد في الدنيا خالي. مره واحد بيقول لي واضح ان انت ما شاء الله مروق الاناني على طول مبتسم، قلت له مين اللي قال لك؟ هو النبي لما كان بيبتسم وكان يوصف بانه بسام المحيا ما كانش عنده مشاكل صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش مات كل اولاده ما عدا فاطمه اللي ماتت بعده بست شهور؟ ما كانش اتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش اتاذى في دعوته؟ ما كانش صلى الله عليه وسلم اتدبرت 9 مؤامرات لقتله؟ ما كانش بيعاني من الحرب اللي كانت بتشن من قريش ومن غير قريش على دينه وعلى دعوته وعلى شخصه وعلى اصحابه؟ ورغم ذلك كان بسام المحيا، لان هو ده خلق الداعيه. لازم افصل بين حياتي وبين دعوتي. انا ممكن اكون قبل ما اطلع قدام الكاميرا ممكن اكون دموعي على خدتي، لكن بمجرد ما اطلع واقول ان الحمد لله الدموع دي اتمسحت والبسمه تترسم، لان انت مالكش ذنب فانت تشوف اي حاجه بتؤلمني، ألمي ده أخليه في قلبي وبسمتي أخليها لكل المسلمين. شفت؟ هي دي الدعوة. في المؤتمر ده أسلم عدد كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. فده اللي أنا عايز أقوله. عايز أقول يا مسلمين إخواني وأحبابي،
عايزين ننصر النبي صلى الله عليه وسلم بان احنا نعرف الناس ان احنا كلنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة كان بيقول جملة غريبة جدا، بيقول: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ، بل مئات بل ألوفا، لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. شفت المنحة الجميلة ديت؟ إن النبي عمل نماذج وصنع نماذج ورب نماذج من البشر، هم قرآن يمشي ويدب على الأرض بين الناس. هي دي كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يحولهم من رعاة للغنم إلى قادة للشعوب والأمم، وإلى عبيد لرب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. هي دي كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فلازم نعرف الناس من هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم قبل ما أعرف الناس من هو النبي لازم أنا نفسي أعرف من هو النبي. يمكن وصيتهم قبل كده مرارا وتكرارا بكتاب سيرة الرسول. سيرة الرسول من أبسط الكتب التي كتبت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب بسيط جدا وأنا بحبه جدا. الكتاب دوت اقرأه واعرف سيرة النبي عليه السلام بالألف للياء، وشوف النبي عمل ازاي، عمل ايه، وعاش حياته ازاي. اذكركم بحاجه حلوه قوي، اقرا سيره النبي عليه الصلاه والسلام من الالف للياء، ولو حد فيكم وجد اللي انا هقوله ده دلوقتي، عايز اقول يعني فعلا انا اتحدى لو حد الاحرى زي كده. اقرا السيره من اولها لاخرها، عمرك سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم سب ابا جهل او ابا لهب او اي حد من الكفار؟ عمره ما سب حد ابدا صلى الله عليه وسلم، رغم ان دول كفار مش عصاه كمان، يعني دول كفار واخد بالك، ورغم ذلك ما سب النبي احدا ابدا، عمره ما سب حد. حتى ان سبحان الملك لما جاله يعني عتبه بن ربيعه وجاي بيقول له: يا محمد ان كنت تريد المال اعطيناك من اموالنا ما تشاء، وان كنت تريد الملك ملكناك علينا، وان كانت بك الباءه وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء. شوف يعني قمة في سوء الأدب مع النبي عليه السلام، يقول له: لو كنت بتحب الستات قوي نجوزك اللي انت عايزه، بتموت في الفلوس والدراهم تعالى نديك الفلوس اللي انت عايزها، بتحب الملك يعني وعامل ده كله عشان تعمل منظر يعني، تعالى نملكك علينا. شوف النبي يعمل ايه، سابه يتكلم لحد ما خلص خالص. على فكرة الرجل ده بدأ حديثه بسب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث من بدايته عامل ازاي، بيقول له: يا محمد أنت خير أم أبوك؟ فالنبي لم يرد، فقال له: طيب أنت خير أم جدك؟ أنت أفضل ولا جدك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أخبرني يا محمد، إن كنت خيرا منهم فأخبرني، وإن كانوا خيرا منك فقد عبدوا ما عبدناه. شفت الخبص اللي على أصله، عايز يقول له: أنت عايز تقول إن أنت أحسن من أبوك وجدك؟ طب قول كده، عشان لو قلتها نمشي بقى كده بين العرب ونقول ده بيقول انه احسن من ابوه وجده، ولو كانوا هم احسن منك ما كانوا بيعبدوا الاصنام بتاعتنا. طبعا ابو النبي ما كانش بيعبد الاصنام، خد بالك جده كان بيعبد الاصنام، لكن شوف بقى، شوف الكلام العجيب. طبعا ابوه ما كانش على نفس المله، لكن اقصد انه ما كانش بيسجد للاصنام. شاهد في الموضوع يقول له ايه، يقول له: يا محمد ما راينا شخصا قط كان أشأم على قومه منك. خبر أبيض، بيقول للنبي: أنت كنت شؤم علينا، فرقت بين الولد وأبيه وبين الزوج وزوجتي وبين خبالة. وراح قايل له بقى الكلام اللي بعد كده، اللي هو إيه، إن كنت تريد الملك، إن تريد المال، تريد النساء. النبي سابه يقول كل الكلام ده كله، وهو إيه، النبي باصص في الأرض كده. في الآخر قال له إيه، الرجل ده اسمه عتبة بن ربيعة. يوم النبي يقول له إيه، أفرغت يا أبا الوليد؟ يا أبا الوليد ده بيكنيه، أنت عارف في العرب لما تعوز تعظم حد ولا تديله كده مكانته تقول له يا أبا فلان، يا أبا فلان، فبيقول له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال له فرغت يا محمد. يعني عايز يقول له إيه، لو عندك كلام تاني قول، أنا سمعك.
رغم ان كل كلامه كان سباب، قول اللي انت عايزه. ما ردش عليه النبي عسام باي كلمة، انما قرأ عليه ايات من سورة فصلت، الى ان وصل الى قول المولى عز وجل: فان اعرضوا فكل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فالرجل ما كان منه الا ان وضع يده على فم النبي وقال: انشدك الله والرحم، الا صمت اسكت ما تكملش. فراح لأهل قريش قال لهم: والله ما عقلت من كلامي إلا هذه الجملة، الكلمة اللي قالها ديت، اللي هو إيه؟ فإن أعرضوا فكل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: فوضعت يدي على فمي خشية أن ينزل بكم العذاب، ولقد علمتم أن محمدا إذا تكلم فإنه يصدق. عمره ما كذب علينا أبدا. تعرف تنقل الصورة الحلوة دي كده، إن أنا كمسلم قدوتي وأسوتي هو النبي عليه السلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعرف المسلمين كل الناس كلها، الغرب كله، إن أنا كمسلم معرفش أكذب، معرفش أنافق، معرفش أكون أخلاقي وحشة. لو أنتوا قلتوا حاجة وحشة فإحنا هنرد عليكم بإن إحنا نقول لكم من هو النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وريتلكم دلوقتي، الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى، الآن يعني في اللمسات النهائية بيترجم الآن للغة الإنجليزية والفرنسية بفضل الله سبحانه وتعالى، وسترسل منه بفضل الله آلاف النسخ لأوروبا وأمريكا إن شاء الله. ربنا يا رب يعني يجعلنا كده نقدر نقدم أي حاجة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يستحق فعلا إن احنا ننصره، لأن ما فيش حد في الدنيا أغلى عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى صور من صور نصرة المولى عز وجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة، أنتم تعلمون جميعا إن النبي اتولد في عام الفيل. هو إيه عام الفيل؟ عام الفيل اللي هو العام الذي جاء فيه أبرهة وأراد أن يهدم الكعبة، وكان معاه فيل كان جاي بيه عشان يهدم الكعبة. خد بالك، فيل عنده قوة وعنده قدرة، يعني لو دخل بجسمه، لو دخل عفوا زلومته دي ولا بتاع، خد بالك ممكن يضرب في أي حجارة الكعبة، ممكن يوقعها وينقضها حجرا حجرا يعني. فكانوا جايبينه عشان يعينهم على ذلك. تخيلوا إن الفيل برك على الأرض حينما رأى الكعبة ولم يستطع أن يقوم، لأن أبرهة ما كانش واخد باله أن الفيل ده جند من جنود الله. قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانك يا رب، فكم من مركوب هو خير من راكبه، كما يقول الشاعر، كم من مركوب هو خير من راكبه. أحيانا الإنسان يكونش مسلم، يكون كافر، يكون إنسان عمره ما عرف ربنا أبدا ولا عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، راكب حصان، الحصان اللي تحته ده بيسبح بحمد الله. تخيل في حديث من أغرب الأحاديث اللي ممكن تقرأها في حياتك، حديث أورده الشيخ الألباني صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ما من فرس عربي إلا ويؤذن له كل أذان فجر أو كل فجر أن يدعو بدعوتين، أن يقول: اللهم إنك قد خولتني من خولتني من البشر، شوف دي، فاجعلني بركة عليه يا رب العالمين. تخيل حضرتك لما الفرس العربي ده اللي ممكن يركبه واحد ما هوش مسلم، واحد من كفار قريش ولا، فبيقول: يا رب اجعلني بركة على ركبني ده، لو كان راكبه مسلم. فتخيل ان الفرس ده: وإن من شيء إلا يسبح بحمده فكم من مركوب خير من راكبه. هي دي المسألة. فالمولى عز وجل في عام الفيل، واللي أغرب من ده كله إن طبعا النبي تولد في عام الفيل، لا اللي أغرب من ده كله أني وقفت على رواية صحيحة رواها الإمام ابن سعد في الطبقات، أن ابن عباس رضي الله عنهما أثبت أو حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد يوم الفيل في عام الفيل فحسب، وإنما ولد في يوم الفيل. يعني ما تولدش في السنة التي غزا فيها أبرهة الكعبة، وإنما تولد في نفس اليوم الذي جاء فيها أبرهة. الله، إيه الرسالة اللي عايز تقولها؟ الرسالة اللي عايز أقولها إن ربنا سبحانه وتعالى في عليائه لما أمر
ان النبي صلى الله عليه وسلم يتولد في اللحظة دي، والحديث طبعا رواه احمد باسناد حسن، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا دعوة ابي ابراهيم وبشرى اخي عيسى. اسمع الحتة اللي جاية ديت، ورأت امي حين ولدتني نورا يخرج منها اضاء منه قصور الشام. قصور الشام أضاءت بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هي شافت قدامها وهي بتولد النبي عليه السلام، لقيت نور طالع منها كده، النور ده راح لقيت قصور الشام كده بتنور، بتنور بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمولى عز وجل سبحانه وتعالى في عليائي لما أمر وقدر سبحانه وتعالى أن النبي يتولد في اليوم دوت، قدر في نفس تقدير الميلاد أن الكعبة دي تحفظ في اليوم دوت من أبرها. ألم ترى كيف فعل ربك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يا سلام، ليه يا ربي؟ لأن الكعبة دي هتكون قبلة لهذا المولود الكريم، لأكرم مولود رأته البشرية على وجه الأرض صلى الله عليه وآله وسلم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هتكون الكعبة دي قبلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لابد أن ربنا يحفظ له الكعبة دي علشان دي هتكون قبلته. تعالوا نكمل مع بعض صور من نصرة المولى عز وجل لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. كما تعودنا في كل حلقة بيكون في مسابقة للموسوعة الذهبية. موسوعة الذهبية طبعا الموسوعة الذهبية للطفل والشاب والأسرة المسلمة، فأشار علينا بعض الأحباب ربنا يحفظهم يا رب العالمين، قال طب ما تختصر كل ده وتقولوا الموسوعة الذهبية للكبار والصغار. ولذلك إن شاء الله هتبقى في الطبعات اللي جاية إن شاء الله، هيبتدوا بقى كتاب كتاب كده والكرتون وكل حاجة يبتدوا يكتبوا للكبار والصغار، لأن الموسوعة مش معمول للأطفال بس، هي كان مكتوب عليها زمان للأطفال ليه؟ على أساس يتفهم من خلالها أن أي حد ممكن يفهمها يقرأها يفهمها حتى لو كان صغير، إنما هي معمولة للأطفال والشباب والنساء والكبار والطلبة العلم، معمولة للكل على أساس أن بصرف النظر أن اللي هيقرأها مش لازم يكون طالب علم أو مش لازم يكون داعية، إنما على الأقل أكون مسلم فاهم ديني. فأنا بديك أرضية كويسة جدا جدا من خلال 16 مجلد، من خلالهم لما تقرأهم فضل عندك ثقافة إسلامية عالية جدا، عارف كل حاجة عن الأنبياء عن الرسل عن الصحابة عن الأمهات المؤمنين عن معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، عن تفسير جزء عامة عن الأخلاق الإسلامية عن الآداب الإسلامية عن مثلا الفقه عن العقيدة، يعني منهج تربوي متكامل ربنا يتقبل رب العالمين. فسؤال هذا الأسبوع، طبعا الأسبوع اللي فات عشان كنا أجازة فاخترنا أول إجابتين واتصلنا بيهم بأصحاب أول إجابتين وسلمناهم الموسوعتين. سؤال الأسبوع دوت إن شاء الله، من هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن؟ في واحد بس من الصحابة ذكر اسمه صراحة في القرآن. ابعتوا لنا برضو إن شاء الله، وابتداء من الحلقة القادمة إن شاء الله احتمال يخلوا لكم رقم معين تبقى تبعتوا عليه رسائل، لكن دلوقتي بعتوا برضو اسم 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 إن شاء الله على القناة، وأول إجابتين هنختارهم وهنبلغكم يوم السبت اللي جاي يروحوا يستلموا، كل واحد يستلم الموسوعة كاملة 16 مجلد. وأنا يعني بأحض كل إخواني وأبائنا وأمهاتنا وأحبابنا أن لازم يكون الموسوعة دي في كل بيت مسلم. النهاردة ما شاء الله بتدرس في أماكن كتيرة جدا، في بعض المدارس بتدرس، في حضانات بتدرس، في أماكن كتيرة، في مجالس علم، في مجالس، في مساجد، كتير جدا من شيخنا ربنا يحفظهم خدوا الموسوعة دي وبعتوها لبعض المساجد في مجالس العلم بتدرس للشباب وللبنات، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال.
وإن شاء الله إن أكرمنا المولى عز وجل ابتداء من النهاردة، ابتداء من النهاردة هيبقى مع كل موسوعة، مع كل موسوعة من الموسوعة الذهبية هيبقى في كتيب عملته بمناسبة الأحداث الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفيلم، كتيب اسمه روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيبقى مع كل موسوعة حضرتك أو حضرتك أي حد يحصل على الموسوعة، حتى اللي هيروحوا ياخدوها هدية برضو، أي حد ياخد الموسوعة هياخد معها كتيب اسمه روحي فداك يا رسول الله. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير دائما، ويجمعنا بقى على حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكمل من صور دفاع المولى عز وجل عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة دفاع المولى عز وجل عن الكعبة، القبلة التي ستكون لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة في أحداث الهجرة لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهاجر، خدوا بالكم طبعا أبو جهل كان أشار عليهم برأيه أنه يجمع من كل قبيلة شاب قوي وخبالك، ويكون معاه سيف كده مسموم، والكل يجتمع بقى من كل قبيلة شاب، يجتمع مثلا 12 15 20 حسب عدد القبائل، ويقفوا عند باب النبي عليه السلام، بمجرد ما يخرج يضربوه ضربة رجل واحد حتى يتوزع دم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل، فلا يستطيعون أن يحاربوا كل هذه القبائل، لقبيلة النبي عليه السلام ما يقدرش يحاربوا كل القبائل دي فيقبلوا الدية. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من تراب ثم ضربها على وجوههم جميعا، ويقارن وحط التراب على رؤوسهم، خد بالك، وقرأ قول المولى عز وجل: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله، مع إن كان ربنا قادر سبحانه وتعالى إن الناس دي قبل ما تروح للنبي تموت، لكن المعجزة إن هم موجودين واقفين والسيوف في إيديهم والسيوف كلها مسمومة، خد بالك. ويعني ايه سيف مسموم؟ يعني كانوا بيخلوا السيف يتحط على النار لحد ما الحديد يبقى أحمر، وبعدين ينزلوا السيف في سم، خد بالك، فالسيف الحديد بتاعه يشرب السم جواه، وبالتالي لو انضرب بأي إنسان في أي مكان من جسمه، في رجله في إيديه في بطنه في أي حتة في ظهره، هيموت في ساعتها لأن السيف مسموم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأعمى الله أعين المشركين. يروح النبي عليه السلام مع أبي بكر، بدل ما يمشي في اتجاه المدينة يمشي في اتجاه المعاكس، من باب فقط إيه يعني إن المشركين ما عرفوش مكان النبي عليه السلام. وصلوا للغار ودخلوا، وإذا بالمشركين رغم كل دوت وصلوا لحد باب الغار وواقفين وخلاص هيشوفوا النبي عليه السلام ويشوفوا أبو بكر. فأبو بكر الصديق بيقول له: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي قلبه مليان ثقة ويقين في الله سبحانه وتعالى، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. نصرة وحفظ من المولى عز وجل لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورايح النبي في طريقه للمدينة، وقريش تقول 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. ويسمع رجل اسمه سراقة، سراقة بيحب الفلوس، بيحب نفسه يجيب 100 جمل. انت عارفين 100 جمل يعني ايه؟ يعني زي النهاردة مثلا 100 عربية احدث موديل، او مثلا نقدر نقول مثلا ايه 100 عربية مقطورة جايزة. تخيل حضرتك 100 عربية مقطورة، لان كانوا بيستعملوا الجمل كوسيلة نقل للبضائع والسفر وغير ذلك. كان لما تقول لواحد 100 عربية مقطورة على الزيرو جايزة لمن يأتيني بفلان، شوف بقى يعني الشعب كله يطلع يا خد بالك. فسراقة فضل ماشي لحد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أبا بكر، وخلاص بقى إيه بيطلع سيفه عشان بقى يروح للنبي عليه السلام، وإذا بقوائم الفرس رجليه تسوخ في الرمل، تغرز في الرمل. طبعا ما كانش معاه بقى فتيس غرس والحاجات دي، الحاجات كلها حديثه يعني. فاذا بي يستقسم بالازلام، يعني كانه بيستشير الالهه بتاعته، اروح اقبض عليه وامسكه ولا اقتله ولا بلاش. فالالهه او السهم، سهم فيه افعل وسهم يقول لا تفعل، وسهم مش مكتوب عليه حاجه خالص، يعني ساكت ما قالش حاجه. فكان كل مرة يعمل كده يستقسم بالازلام ويمسك السهام ويفركها في ايديه كده ويرميها، ويروح مطلع واحد يقول له ايه لا تفعل،
يقول ايه رغم ان هو راجل مشرك وكل ده بيعتقد ان الالهه هي اللي بتدله على افعل او لا تفعل، ورغم ذلك كان يعاند الالهه لان ال100 ناقه عنده كانت اغلى عنده من الالهه بتاعته. ويقوم رايح تاني للنبي صلى الله عليه وسلم، يوم قوام الفرس تغرز مرة ثانية وتغرز مرة ثالثة، فأحس في تلك اللحظة فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى. فما كان منه إلا أن طلب من النبي الأمان، فأعطاه النبي الأمان. والنبي صلى الله عليه وسلم مطارد في الصحراء. شوف تخيلوا بقى، قريش عايزة تقتله والعيون والجواسيس مستنياه والدنيا كلها مقلوبة، نفسهم يوصلوا للنبي عليه السلام. وفي عز ده كله يوم النبي يتبسم ويقول لسراقة، يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ سواري كسرى؟ سواري ده كسرى، ده كسرى وقيصر هم اللي كانوا بيملكوا الكرة الأرضية دي كلها، هم اللي كانوا بيحكموها كلها. ده واخد النص الشرقي وده واخد النص الغربي، يعني مقسمين التركة كلها نصين. فكسرى دي حاجة يعني مش سهلة. بقى معقولة سراقة الرجل الأعرابي البسيط ده هيلبس السوارين بتوع كسرى؟ وده اللي حصل بالفعل. حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأصبح أبو بكر خليفة، وتوفي أبو بكر وأصبح عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين، تسعت الفتوحات الإسلامية لحد ما ربنا مكنهم من القضاء على بلاد فارس، وانتصروا على كسرى وخدوا الكنوز بتاعته كلها وجايبينها بقى. درجة ان كان من ضمنها موقف عجيب جدا مش قادر افوته بصراحة، موقف رجل عجيب جدا من خيرة التابعين، من ان الزهاد الثمانية في زمن التابعين، وهو عامر بن عبد الله التميمي. لما ساعد ابن ابي وقاص واقف يا جماعة، وبعدين عمالين بيجمعوا بقى الغنائم، كانت غنائم لا تخطر على قلب بشر، كنوز ايه وذهب ايه والماظ ايه وحاجات يعني غريبة جدا. فجأة لقوا واحد جايب لهم صندوق كبير فيه بقى أغلى كنوز كسرى، اللي بيسموه إيه الحاجات الغالية قوي قوي. كان كسرى حاططها في سرداب تحت القصر بتاعه، محدش من المسلمين خد باله منها خالص. عامر بن عبد الله التميمي جابها بقى، والصندوق تقيل جدا وهو شايله وحطه على كتافه جاي وحطه قدام سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. فسعد ابن أبي وقاص خطر على باله سؤال خلى يعني اللي قدامه تعجب، فبيقول له هل خبأت شيئا؟ بينه وبينكم يعني احيانا بيكون ده السؤال المتبادر لاذان ناس كثيره، خبيت حاجه كده يمين ولا شمال؟ فقال له والله لولا الله ما جئتكم به. هو انتوا اصلا خدتوا بالكم من الصندوق ده؟ عرفتوا توصلوا له؟ طبعا لا، محدش شافه؟ محدش شافه. طيب حد شافني انا وانا باخده؟ ولا واحد شافه. يعني كان ممكن كده ياخد الصندوق كده بتاع كسرى ده ويطلع من بره بره ويروح بيته ويا دار ما دخلك شر، وحش كان يعرف اصلا. طبعا ده حرام، كان بيقولك ما كانش حد يعرف لولا مراقبة هذا الرجل لله سبحانه وتعالى. فقال له هل اخذت شيئا؟ قال له والله لولا الله ما اتيتكم به. فتعجب سعد بن أبي وقاص وحصل عنده شيء من الحياء، يعني كأنه عايز يقول له أنا آسف أنه قلت كده. فقال له ما اسمك؟ اسمك إيه؟ قال والله لا أخبركم باسمي فتحمدوني، ولا أريد منكم شيئا فتكافئوني. أنا مش عايز منكم أي حاجة خالص بالمرة، أنا عملت العمل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فسعد بن أبي وقاص خلى واحد من الجنود قال له اتبعه شوف لي ده مين، فمشي وراه كده بالراحة. وعمر بن عبد الله التميمي مش واخد باله مين اللي وراه، ماشي طول السكة عمال يسبح ويذكر المولى عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما وصل إلى بيته في البصرة. فأول ما دخل البيت هذا الصحابي اللي كان ماشي وراه راح واخد واحد كده قال له من هذا الرجل الذي دخل؟ قال سبحان الله، ألا تعرفه؟ هذا أحد الزهاد الثمانية، هذا عامر بن عبد الله التميمي. رجعت الكنوز ورجع الصندوق ده بالذات كان فيه السوارين بتوع كسرى. فأول ما وصل عمر الخطاب أول حاجة قبل ما يعمل أي حاجة راح منادي أين سراقة؟ فجاء سراقة قال ها أنا يا أمير المؤمنين. قال تعال أيها الأعرابي والبس سواري كسرى مصداقا لوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شفت قد إيه دفاع ربنا عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. في يوم غزوة بدر عدد المشركين كانوا 1000، عدد المسلمين كانوا 314، بالبلد كده تلت عدد الكفار. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري،
وقف النبي يدعو، شايف أصحابه يعني فقراء مش لاقين يأكلوا ولا لاقين يشربوا ولا أي حاجة خالص، ولابسين لبس قديم، منهم من يلبس الثياب الرثة ومنهم من يلبس المرقع، أحوالهم يا عيني تبكي تبكي بجد. يبص على المشركين لابسين إيه بقى؟ أفخم ثياب ومعهم أجدد أسلحة، وكل يوم بينحروا 10 جمال، بيدبحوا 10 جمال ويأكلوها، 10 جمال يأكلوها كل يوم، وخمور ونساء و والصحابة قمة يعني في البساطة والفقر، يعني سبحان الله، لكن قمة في الإيمان والعزة الاتنين مع بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف وقال: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، أنت وعدتني يا رب أنك تنصرني، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره. فيا رب أنا بطلب منك بقى وعدك، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. ثم انفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إن شئت فلن تعبد بعد اليوم في الأرض، اللهم إن شئت فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. لو الصحابة دول اتقتلوا وانا اتقتلت معهم، مين اللي هيعبدك يا رب؟ المشركين دولت، الكفار دولت. فيا رب احفظ الناس اللي بتعبدك، اللي بتسجد لك يا رب وبتعبدك وبتحبك، كأنه عايز يقول كده. وظل النبي يكررها لحد ما الرداء بتاعه سقط من على منكبيه ووقع على الأرض. يوم أبو بكر واخد الرداء وحطه على النبي وحضنه من ورا كده ويقول له: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. شوف عايز يقول له، يقول له يعني ده أنا مش هعلمك يا رسول الله، أنت اللي بتعلمنا. شوف قد إيه كأنه عايز يرد له نفس الكلمة اللي النبي قالها له في الغار. النبي قال له إيه؟ لا تحزن، ما ظنك باثنين، الله ثالث هما، لا تحزن، إن الله معنا، ما تخافش أبا بكر. فالنبي بيردها له في غزوة بدر، بيقول له: كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. بيقول له: اتعلمتها منك في الغار، فبقولها لك دلوقتي يا رسول الله. فينزل المولى عز وجل الملائكة تقاتل مع النبي والصحابة، يقول جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هبعت لكم 1000 ملك يقاتلوا معكم. شوف بقى لما يكون 1000 ملك في مقابل 1000 مشرك. ملائكة الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ومنهم من له 600 جناح زي سيدنا جبريل عليه السلام، يعني لو ضرب الملك بجناحه على جبل لأطاح بهذا الجبل. فأرسل مولى عز وجل 1000 ملك يقاتلوا مع النبي وأصحابه. وفي يوم غزوة أحد كما ورد في البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: رأيت رجلين يدافعان عن النبي أو يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، خبالك، يلبسان عليهما ثياب بيض كأشد ما يكون البياض، فرأيتهما يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم كأشد ما يكون القتال. يقصد بذلك جبريل وميكائيل عليهما السلام. ربنا بعت في غزوة أحد ملكين مخصوصين للنبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين يقاتلوا دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام وتيجي غزوة الأحزاب. في غزوة الأحزاب شوف بقى الموقف العجيب، 10,000 كافر، 10,000 مشرك يجتمعوا حول المدينة ويحيطوا بالمدينة. المدينة بفضل الله سبحانه وتعالى كانت محاطة طبيعيا بالجبال من 3 جهات إلا من جهة واحدة، الشمال الشرقي، هي دي اللي عملوا فيها الخندق علشان يحافظوا على ان ما فيش ولا مشرك يخش المدينه. كانت فكره مين؟ فكره سلمان الفارسي، سلمان اللي جاي من بلاد فارس، اللي النبي قال عنه: سلمان منا اهل البيت. قالوا: يا رسول الله، كنا بارض فارس اذا حوصرنا خندقنا، فاحنا لما حد حصرنا كنا نعمل خندق عشان ما يقدرش يجينا. فعملوا الخندق والنبي شارك معهم في الخندق. وكما تعلمون حينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق كله والنبي حفر معهم، بس في صخرة مش عايزة تتهدم، مش عايزة تتهد. ليه؟ لأنها قوية جدا، عاملة زي الجبل الصلد. فالصحابة قالوا: مش عارفين نعمل ايه. طب ولو الصخرة دي ما تهدتش يبقى ما عملوش حاجة بالمرة، لأن لو الخندق كله محفور ومكان واحد مش محفور هيعدوا عليه المشركين. فإذا بالحبيب المصطفى وهو رابط على بطنه حجارين من الجوع: يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل ويمسك المعول
ويضرب الصخرة 3 ضربات. طارت الصخرة كلها مع 3 ضربات. أول ضربة طارت تلت الصخرة كأنها كثيبا أهيل، يعني كأنها عاملة زي ذرات الرمل أو التراب. وإذا بالحبيب يبتسم ويقول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. خد بالك، أعطيت خلاص، مش سأعطى، لا، أعطيت مفاتيح فارس. ضرب الضربة الثانية: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ضرب الضربة الثالثة: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. بص معايا على الخريطة، فارس فوقي على اليمين، وبعدين الشام فوق خالص برضو على اليسار، واليمن تحت. يعني أعطيت أرض الجزيرة كلها بأرض فارس والشام، أعطيته خلاص ثقة من عند النبي صلى الله عليه وسلم في موعود الله سبحانه وتعالى. فإذا بالحبيب المصطفى يلاقي الكفار 10,000 محوطين المدينة، واليهود يهود بني قريظة اللي كانوا في المدينة وكان في بينهم وبين النبي عهد، واخد بالك، خانوا العهد كعادة اليهود في كل زمان ومكان، وتمالأوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار: هنقف معاكم ضد محمد ونفتح لكم الابواب الخلفيه، خش اقتلوه والصحابه وكل من ايه من في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. واذا بالحبيب المصطفى حينما اشتد عليه الامر، والحديث رواه البخاري ومسلم، واذا به يرفع يديه ويقول: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فربنا يؤيده بالملائكة وبالريح في آن واحد. الريح تكفئ القدور وتخلع الخيام وخلتهم مش عارفين حتى يفتحوا عينيهم، والملائكة دبت في قلوبهم الرعب، فكان الجلاء عن المدينة المنورة بفضل الله سبحانه وتعالى. ومع إن ربنا هو اللي بيدافع عن النبي عليه السلام، مع ذلك مطلوب مننا احنا كمان، واجب علينا ان احنا ندافع عن النبي عليه السلام. انظر ماذا قال المولى عز وجل: هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. الله، هو مش كفايه نصره المولى عز وجل؟ طبعا كفايه، شوف قد ايه، يعني اليس الله بكاف عبده، ده اي عبد، فما ظنك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل، فنصره المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم كفايه جدا جدا كمان، لكن المولى عز وجل بيترك لنا مساحه من الخير نفعلها لننصر النبي لننال الشرف والثواب. قلت لك ان اي واحد بيسب النبي عليه السلام فالمزمة والسباب يكون وبالا على الشخص وليس على النبي، وليس على النبي صلى الله عليه وسلم. وان اي واحد بيقوم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فده عمره ما كان شرف للنبي، وانما شرف لي انا، ليا انا شخصيا، عشان انا بدافع عن النبي عليه السلام. كوني ان ربنا اداني القدر الجميل ده واداني الفرصه الجميله دي واكرمني بهذا الكرم العظيم ان انا اقف ادافع عن النبي عليه السلام، فده شرف ليا انا مش للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه؟ يبقى هو الذي ايادك بنصره وبالمؤمنين. وقال جل وعلا: فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. سبحان الملك. تعالوا نكمل صور من دفاع المولى عز وجل عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية، لما النبي عقد عقد الحديبية أو عهد الحديبية أو صلح الحديبية مع المشركين، وكان من ضمن الشروط حاجة مؤلمة شوية، ضايقت ناس كثير جدا من الصحابة طبعا على رأسهم عمر بن الخطاب اللي ما كانش متحمل يشوف المنظر ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاهم وقعوا على العقد دوت او الصلح دوت، انه لو جاء رجل مشرك يريد ان يسلم فلا بد ان يرده النبي مره اخرى الى المشركين. اما بقى لو واحد من الصحابه حب ان هو يرتد ويلحق بالمشركين، فمن من حق المشركين ان يقبلوه. لو واحد عايز يشرك يروح يشرك والمشركين يقبلوه، انما لو واحد من المشركين عايز يسلم ممنوع يسلم. طبعا كان حاجة صعبة قوي على المسلمين، لأنهم كانوا شايفين بعقولنا احنا، ما كانوش شايفين بعقلية النبي صلى الله عليه وسلم ولا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مؤيد بالوحي من السماء، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب غضب جدا فبيقول له: ألست رسول الله؟ قال: أجل. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى.
قال فلما نعطي الدنيه في ديننا؟ ليه احنا بنقلل من شاننا كده ونعطي الدنيه في ديننا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا رسول الله ولست اعصي وهو ناصري. يا سلام، شوف اليقين يا اخي، شوف في عز الشروط المكحفه دي كلها النبي بيقول له انا رسول الله وعمري ما هعصى امر ربي. الوحي من السماء جه قال لي وافق على شروط الصلح ديت وهيجي من وراها خير كبير جدا، وبالفعل ده اللي حصل. الظروف الامنيه لما تكون هاديه في اي بلد من البلاد الناس بتقبل على الطاعه وعلى الايمان، واللي كان كافر بيقبل على الاسلام. انما طول ما الدنيا مليانه مخاوف ومليانه قلق ومليانه مشاكل الناس بتخاف ان هي تقبل. خد بالك، يعني ايام قبل الحديبيه، منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحد الحديبية أسلم عدد محدود جدا، لكن بعد الحديبية لحد آخر لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قد العدد اللي فات ده، مش هقدر أقول لحضرتك يعني عشرات المرات، أعداد كبيرة جدا جدا. ليه؟ الدنيا بقت أمان. خد بالك، قول لي الله، مش انت قلت دلوقتي ان ممنوع حد يسلم؟ ده كان في الاول، لحد ما حصلت كده مشكله بتاعت ابو بصير وبتاعت يعني موضوع طويل كده، وفي الاخر لما لقوا بعض الناس بداوا يعملوا عصابات ويتحرشوا بالقوافل بتاعت قريش اللي رايحه من هنا وهنا، فقالوا لا لا خلاص مفيش مشكله خالص، احنا بقى ايه اذا كان كل اللي هيسلم مننا يروح ينضم للقافله للعصابه دي زي ما بيقولوا يعني للجماعه دولت ويقطع القوافل بتاعتنا، لا 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 يا محمد اذا جاءك مشرك يريد ان يسلم فاقبل اسلامه. فبعد كده عدد كبير جدا أسلموا من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام، والحديث رواه مسلم، جاء أبو جهل. أبو جهل من أكثر الناس اللي عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل جه عند الكعبة فبيقول للمشركين، بيقول هل يأتي محمد ويعفر وجهه بين أظهركم؟ هل محمد بيجي صلى الله عليه وسلم يعفر وجهه يعني يسجد؟ هل بيجي ويسجد قدامكم لربه سبحانه وتعالى وبيسجد وبيصلي وانتوا واقفين بتبصوا كده تتفرجوا؟ قالوا اه، انه لا يفعل، بيجي فعلا كل يوم وبيجي عند الكعبه وبيسجد وبيصلي وبراحته يعني. قال واللات والعزى لئن رايته يفعل ذلك لاطأن برجلي على عنقي او على رقبتي. لو لقيته عمل كده انا بقى هعمل فيه الاعمال دي كلها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو جهل أن يطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بأبي جهل وهو داخل عشان راح النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا المشركين لقوه عمال بيدفع حاجة كده إيه بإيديه الاتنين وكأنه بيزق حاجة وعمال يرجع لورا يرجع لورا ويصرخ. قالوا في إيه؟ ماذا تصنع؟ قال إن بيني وبينه لخندقا وهولا وأجنحة. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لو دنا مني خطوة واحدة لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. ربنا جعل ملائكة وقفت تحفظ النبي صلى الله عليه وسلم وتحمي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمعنا وإياكم على الخير دائما. اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين يا أرحم الراحمين. اللهم أغث إخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم. اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وارحمهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم اجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح
في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.